في الدائرة السادسة لمدينة بشا وبالتحديد في حارة عرادة جوار سوق المواشي سيبنى خزان للمياه بسعة 2000 متر مكعب، وهو تابع لمشروع البطيحة 2 الذي وجد لحل مشكلة انعدام المياه الصالحة للشرب بأبشا. وعلى رأس وفد رفيع المستوى تفقد وزير المياه الحضرية والريفية علي عبد الله إبراهيم برفقة حاكم ولاية والداي أحمد داري بازين مقر خزان المياه قيد التشييد، وتعرف من خلال شروحات المسؤولين من بنائه بأن الأعمال تسير بالشكل التي خطط لها، وأشاد الوزير علي عبد الله إبراهيم بهذا الإنجاز. الحمد لله، يعني تقييم إيجابي، واليوم يعني اطمئنان زاد المشروع يعني ماضي قدما في طريق الصح. نتوقع في أقرب وقت لدى رغبة السلطات العليا، رئيس المجلس العسكري في أول مقام، أن المشروع يحقق بكل مقاييس المطلوبة وفي أقرب وقت. مشكلة المنا بشي يتحلى تماما، ونحن الآن بعد الزيارة دي ممكن نقول يعني نحن في طريق الصحيح. هذا وزار الوزير والوفد المرافق له مقر بناء الخزان الثاني، ويتواجد بالدائرة السابعة لمدينة بشا، ويسع أيضا لألفين متر مكعب. ونظرا لأهميتهما شدد وزير المياه الحضرية والريفية علي عبد الله إبراهيم بضرورة احترام جميع بنود دفتر المهام وتسليم الخزانتين في مدتهم المحددة وهي 6 أشهر.